تتقطع منه. كتير لعيبة بتروجيت في كل كرة مشتركة، كل كرة هيقع على الأرض بتروجيت بشكل هايل. يا مادو توري يرجع لمحمد حمدي زكي. نادي الزمالك من البطولة العربية وصعد إلى دور الثمانية. هنشوف النهاردة حوار يقبل كل الاحتمالات، خصوصا ان لقاءات بطولة كأس مصر لقاءات مختلفة تماما تماما عن اي لقاء اخر. سموحة في المركز السادس في بطولة الدوري، والاتحاد في المركز السابع، مفيش فوارق كبيرة. ودي كورة وعرضية خطيرة جدا جدا ودراسية مرة تانية. الاتحاد مرة تانية تحضير، يامادو توري تقدم وعمل شيلونجو بيوزع كورة للاعب السريع، اللاعب يامادو توري عدى وفات يامادو، ولكن بتخبط على طول في اقدام بازوكا وتتحول وتبقى ركنية. بيعترض بازوكا ان الكورة ما عدتش خط المرمى، ولكن الثاني ادى ركنية. شيلونجو هو اللي بيسقط حتى الان. يامادو توري بيغير اتجاهاته وعايز يعدي ويعمل مشوار، المرة دي معروف بيحتسب خطأ لمصلحة يامادو توري. لعيب صغير في السن من مواليد 98، يامادو توري لعيب من غينيا، وادي الخطأ من رزق. جدا جدا ومؤثر. العب يا سموحة وجماهير نادي الاتحاد، لسه قلقانة لسه مترقبة الموقف. دايما لقاءات الاتحاد وسموحة حتى الان في دور الستاشر. كان الراجل لكن شيلونج وقف على كورته حلو وهدي حلو ولعبها له حلو، لكن فين يا راجل؟ ده احنا لسه بنقول لاعب عنده الباور وعنده القوة، كرة زي دي تقطع بيها الشبكة، تقطع بيها الشبكة، لكن تسديدة ضعيفة في ايد ابو النجا. كرة من ناحية الشمال، عدت دقيقة ونص من الثلاث دقايق. يا مادو توري يطلع بيها محمود منصور، الموج ازرق تتلعب العرضية، شيلونج نص الشوط الاول بعد تغيير يا مادو توري. ادي يامادو بيعدي الغيني، يامادو عايز يلعب البينيه حلوه، لكن يا سلام على الفينش، يا سلام على اللمسه الاخيره. غير الفرص، بص البينيه حلوه من الغيني، حلوه حلوه. الراجل ده كان قاعد ازاي؟ الراجل ده ضمن مكانه مع الكابتن طارق. الكرات الميس باس تبقى كتير قوي على ارض الملعب. ادي اللاعب يامادو توري احد اللعيبه اللي بتقدم لنا حاجه في المباراه وفي التحديد في الشوط الثاني. أكتر لقاء تاريخيا كان فيه أهداف لقاء يونيو 2014، سموحة فاز 4-1. يا مادو توري ياخد فاول من اللاعب حميد ماو، وفي إنذار على التنزاني، في إنذار على التنزاني. ياسر إبراهيم عنده إنذار وأبو جبل عنده إنذار، وأدي حميد ماو مكامي، حميدة ما هو مكامي عنده انذار. كوع خطر جدا مع يامادو توري، تخلينا في الرمق الاخير، العشر دقايق الاخير من عمر اللقاء. لسه بقيت تبديلات الكابتن مؤمن سليمان. يامادو بيعدي الغيني، يامادو واحد او التانية بيحاول يعدي بقوته هنا. يامادو فعلا حط جسمه يلحق كورته مرة تانية المنصور، عرضياته في منتهى الخطورة لحب. يامادو توري بيعدي بناحية الشمال، يامادو الأمامية عند عمر الحبشي، لكن واضح فارق السرعات وأيضا فارق وإسلام يلعبها أمامية للغيني، يستلم يعدل على رجله اليمين، قرب منه أمير عابد لكن عدى بمهارة توري. الله،
الله 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 حسام حسن لو يضحك بس، الغاضب دائما حسام حسن لو يضحك، لو هدف جميل، هدف حلو، هدف كان سجله الموسم اللي فات امام الاسماعيلي لو تفتكروا في مباراة الدوري برضو، كان سجل هدف شبيه بالهدف ده برضو على طريقة الكبار، على طريقة رابح ماجر، على طريقة كابتن الخطيب ونجوم كبار في العالم بيسجلوا بالطريقة دي. حسام حسن يضحك اخيرا ويرسم البسمة والضحكة بعد صناعة ما شاء الله. كرة وهجمة مرتدة لصالح نادي سموحة، توصل عند الغيني، ادي يا مادو توري هل يتقن العرضية، يا مادو توصل عند شلونجو يعديها، مش ممكن. محمد حمدي زكي ونادي سموحة بيضيعوا الفرصة تلو الاخرى واحدة ورا التانية، ومحمد ابو النجا بيلاقيها في ايده، بيلاقيها مش ممكن يلاقيها في ايده محمد ابو النجا، لكن شلونجو يا ولد يا ولد يا ولد، تبديل من الكابتن طارق يحيى نقول عليه يا ولد للصبح. بص الراجل فتح الملعب ازاي وعمل العرضيه، وادي التفاهم اخيرا بيظهر، لكن بيتصدى ليها محمد ابو النجا. على يمين الجول جول، على شمال الجول جول، لكن محمد حمدي زكي اللعيب الكبير الحقيقه، اللعيب محمود منصور في التلت الهجومي الباك الشمال لصالح سموحه، توصل عند اللاعب يا مادو، لكن ابتدى يشغل الطرفين بشكل كويس. شيلونجو عايز يستلم، شيلونجو شيلونجو يلعبها ليا مادو، يا راجل يا راجل، ده طارق يحيى كان هينزل لك بمكافأة دلوقتي، كان هينزل لك بمكافأة دلوقتي، مش ممكن مش